السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي كي درتو هانيين. المهم صراحه جيتكم في هاد لا فيديو، بغيت نقول لكم تحولوا معايا ولا تبعوني القناه ديالي جديده، لانه صراحه هاد القناه ممكن في اي لحظه تسد ليا، غتوقع لي فيها مشكل، وصراحه ما عرفتش علاش ولا شنو السبب. مهم دوك الخطوات كلشي اللي قالوا لي درتهم ولكن ما تحلش المشكل، وبغيت نقول لكم باش انكم تمشوا تشجعوني في القناه ديالي الجديده اللي غيكون فيها محتوى جد رائع ان شاء الله. وبغيتكم يعني تشجعوني انتم يعني بلي كومونتير ديالكم والاراء ديالكم وكل شيء، لاني صراحه هاد القناه اللي كان يعني تعبت عليها صراحه، خدامه عليها مده سنتين دابا وغتسد لي صراحه، ما بغيتهاش. ولكن اش غنقول لكم، هادشي اللي كتاب، وان شاء الله تمشوا معايا القناه الجديده ديالي اللي غيكون فيها محتوى كيف قلت لكم ان شاء الله جديد، وغادي نحاول ندير لكم بزاف ديال الامور، بزاف ديال المسائل ان شاء الله في القناه. واصلا كاين واحد لا فيديو اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف، انا يلا صورته واحد لو برودوي دخلته رائع 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 جدا. اي بنت كتمنى هذاك يعني هذيك الخدمه ديال هذاك البرودوي، يعني شي اللي غنقول لكم، اي بنت كتمنى الخدمه ديال هذاك البرودوي، اي بنت، اي امراه، اي وحده فينا ما غاديش تكره يكون عندها هذاك الشيء اللي غادي يدير لها هذاك لو برودوي اللي جبت جديد اللي دخلت لكم للصالون، وحصريا عند صالون خوله كالعاده في مدينه قليمي. المهم هذا مكان بالنسبه لهاد لا فيديو كيف قلت لكم، انا كنتمنى انكم تمشوا تشجعوني. انا غنحط لكم اللين ديال القناه في صندوق الوصف، كنتمنى تدخلوا ليه وتشجعوني باللي كومونتير ديالكم زوينين. واخا غيكون شويه محتوى مختلف لي فيديو غيكونوا شويه مختلفين على هنايا، يعني غندير واحد التغيير، وكنتمنى انه ينال اعجابكم وتعطوني الاراء ديالكم. وكيف قلت لكم بالنسبه لليان القناه غنحط لكم تحت، كنتمنى تشجعوني باش نوصل لهادشي اللي وصلت في هاد القناه ونوصل لاكثر منه، لان صراحه هاد القناه اش غنقول لكم تعبت عليها بزاف، كنتمنى انها ما تمشيش ليا. ولكن انايا يعني لاش درت هاد لا فيديو دابا وفتحت قناه اخرى، يعني غير في حاله مشات ما غنقدرش نتواصل معاكم مع الناس اللي كيتفرجوا فيا وكل شيء، ما عندي كيفاش ندير باقي نتواصل معاكم، ويعني ما غاديش يبقى يطلع لكم حتى شي فيديو ديالي. داكشي علاش قلت غادي ندير معاكم هاد غندير معاكم ضراتني يدي غندير معاكم هاد لا فيديو في هاد القناه ونحطو لكم وتدخلوا القناه الاخرى نبقى نخدم عليها. في حاله تقدت هاد القناه مزيان، ما تقدت مشات، يعني راني غنبقى نتواصل معكم في القناه الاخرى. انا دابا غنبقى نخدم على القناه الاخرى، غنحط لكم فيها لي فيديو، غنحط كل شيء فيها. دابا غادي نبقى مره نحط فيديو هنايا باش غير نذكر الناس اللي ما شافوش هاد لا فيديو غيشوفوا فيديوهات اخرين غنحطهم، يلتحقوا بيا في القناه الاخرى ديالي كيف قلت لكم، غنحطها لكم في صندوق الوصف. هذا مكان، وقلت لكم كاينه فيها واحد السوربرايز، واحد المفاجاه، كنتمنى انها تعجبكم وتعطوني الاراء ديالكم، تعطوني يعني التغيير وكلشي اللي درت فيها يعجبكم ان شاء الله. هذا ما كان، هاد لا فيديو غادي يكون قصير باش نبارطاجيه مع الناس كاملين اللي كنعرفوا هذا، باش يعرفوا اني فتحت قناه اخرى التحقوا بيا فيها. وكنتمنى اللي جاتني القناه تقول منين جاتني، تخلي لي كومونتير وتقول لي منين جات، يعني من طرف من، ولا تخلي لي كومونتير انها جات من القناه الاولى ديالي ولا من الانستغرام ولا من اي بلاصه، تخلي لي كومونتير تحت تقول لي منين جاتني. مرحبا بالجميع، وان شاء الله ان شاء الله كنوعدكم بالجديد الجديد الجديد، وبالخصوص في هذا الشهر 12 غادي يكون الجديد ان شاء الله. كلشي غادي نخلي لكم الجديد البرودوي كلشي في لا فيديو اللي غادي نحط في القناه الجديده.